قولي لي بقى يا مايا، انت كميتك متظبطه مع مين؟ انا انا بلا كميه. لما كنت في ثانويه عامه كانوا كل البنات بتحب وبتضحك، وكل الاولاد كانوا بيعاملوني على اني اختهم، ولما رحت الجامعه برضه بيعاملوني على اني اختهم. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي احب، نفسي اتحب، نفسي اتخطف. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا ما نمتش اصلا. اصلا؟ انا كمان ما نمتش اصلا. ليه؟ يعني بفكر. في ايه؟ بفكر في واحدة. وانا كمان. بفكر في واحدة؟ بصيوني. طب ما انا عارف. مش هعرفك. ايه اللي مش عرفت؟ انا بقولك. لا بجد، انت قايم بدري ليه؟ مش عارف يعني، ما جاليش نوم، قلت أم اتمشى شوية كده. طب ممكن اتمشى معاك؟ احنا نطول يا باشا. عارف مية صعبانة عليا قوي، ازاي الانسان ممكن يعيش من غير حب؟ الحب ده طلع اهم حاجة في الحياة، ويا سلام لو كان حقيقي. بسيوني، تحبيني يا بسيوني؟ تحبيني يا بسيوني؟ أنا بحبك من قبل ما أعرفك أصلاً. أصلاً؟ بس حبيتك أكتر لما اتغيرت يا إنجي. أنا عمري ما كنت أتخيل إني أغير حياتي. بس اتغيرت. علشانك. نفسي هما كمان يتغيروا يا إنجي. وأنا كمان نفسي. بس صعب. بتغير عليا يا بسيوني؟ أنت حد ضايقك ولا إيه؟ لا. قصدي يعني لو حد ضايقني. ده انا اقطعه بسنين. ما تخافش، معاك راجل. تلعبني ريست عشان اثبت لك؟ ايه الصوت ده؟ ده الموبايل. طب ما ترد. ما انا لازم قبل ما ارد اعمل حاجه. طب بس ما تاخرش عليا. هو مش بايدي الوقت في المنطقه دي يا انجي. بسيوني جيت بسرعة. بسيوني طارق، انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ نفس الشيء اللي مصحى بسيوني. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي انت يا انجي. بسيوني لو شافك دلوقتي مش هيحصل. الله، هي وصلت لكده؟ وصلت لكده، وصلت لكده يا طارق. ولو بسيوني شافك معايا دلوقتي هيقتلك. المرة دي بقى هخلي بسيوني يشوف، بس وانت في حضني انجي. انت اكيد اتجننت. اتجننت يا بسيوني. بسيوني 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 يا طارق. ما انا خلاص فوق فوقت وانت سبب. تضربيني عشان بسيوني؟ يا بسيوني حبيتها يا باشا.
في حاجة جميلة؟ أنا حاسة بيك قوي يا باشا. بص اسمعها مني وأجري على الله. أنت إنسان من حقك تحب وتعيش شبابك اللي ما لقيتش فرصة إنك تعيشه قبل كده. حضرتك ظابط وحياتك دايما ناشفة جامدة، ما فيهاش أي فرصة إنك تشم نسمة هوا أو حتى تعيش لحظة حلوة. كل ده من حقك، بس ما تنساش أبدا إنك باشا مش تلميذ. أنا الدبيه.